لابد مرحليا ناتي ان نعقد مثل هذا الاجتماع التقييمي ما بين اذا السلطات على المستوى المركزي وما بين الجماعات المحليه، الجماعات المحليه التي يديرها اذا ولاة حررهم هذه المره مره اخرى ليس مش هذه المره، زاد يعني اعطاهم اكثر قوه بالتوجه اليهم يعني باش يحررهم لاخذ المبادره وللقيام بما لابد ان يقومون به دون انتظار يعني التعليمات التي توجد لتاتيهم من قبل المركز.